مفاجأة سعيدة لملاك الإيجار القديم ورسالة طمأنة للمستأجرين. خطوة جديدة في مشوار حلم الطاقة النووية المصرية هتغير الحياة في مصر 100 سنة جايين. أسعار البيض بتواصل الارتفاع وسط تحذيرات ومخاوف، والذهب سعره بيستقر. فنان شهير بيثير الجدل بفكرة زواج المساكنة، والأهلي بيكتفي بخمس صفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد. كل الأخبار دي وأكتر هتكون معانا في القاهرة الآن. مفاجأة جديدة بشأن قانون الإيجار القديم اللي معظم الأسر المصرية بتنتظر إصداره بفارغ الصبر. كشفها النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لما قال إن الأمور لو فضلت مستمرة بالشكل الحالي فمن الممكن أن يتم إصدار القانون بشكل رسمي قبل نهاية العام. السجيني قال إن الملاك اتظلموا كتير وليهم حقوق لازم ترجع لهم، لكنه في نفس الوقت حرص في تصريحاته التلفزيونية إنه يطمن المستأجرين خاصة من الحالات الإنسانية، وقال إنهم في موضع اعتبار. خطوة جديدة على طريق حلم إنتاج مصر لطاقة نووية نظيفة، وده لما شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية بدأت بالفعل تصنيع المفاعل النووي للوحدة الأولى في محطة الضبعة اللي موجودة في الشمال الغربي لمصر وتحديدا محافظة مطروح. المدير العام للشركة أعطى إشارة البدء لتصنيع المفاعل في أجواء احتفالية، وده بالتزامن مع اليوبيل الثالث لمصانع الشركة، واللي قال إن الأمر مش مجرد تصنيع مفاعل نووي لمحطة الضبعة بل وضع طريقة جديدة للحياة في مصر، لأن المحطة هتزود البلاد من الطاقة النظيفة لمدة 100 سنة جايين. ارتفاع جديد في سعر كرتونة البيض شهدته الأسواق المصرية، وده وسط تخوفات من استمرار ارتفاع أسعاره، خاصة بعد الإشاعات اللي بيتم تداولها من إن سعر الكرتونة هيتجاوز 100 جنيه. على الرغم من نفي الحكومة وشعبة الدواجن للإشاعة دي، سجلت سعر كرتونة البيض النهاردة حوالي 70 جنيه، وفي بعض المناطق الأخرى سجلت 75 جنيه، وسط تحذيرات وتخوفات من التجار اللي قالوا في تصريحات صحفية إن زيادة سعر العلف أدت إلى رفع سعر كرتونة البيض، وطلبوا بضرورة إنشاء بورصة خاصة ليهم للتحكم في الأسعار ومنع التلاعب. في الوقت نفسه استقرت أسعار الذهب في تعاملات النهاردة بعد موجة من الارتفاعات سجلها الفترة اللي فاتت، وسجل سعر جرام الذهب الأكثر شعبية وشراء عيار 21 حوالي 1115 جنيه، في حين سجل سعر جنيه الذهب اللي يعتبر أفضل أدوات الإدخار حوالي 8900 جنيه. الفنان محمد عطية أثار جدل كبير في الفترة الأخيرة بعد ما خرج في أحد البرامج وعرض فكرة ما يسمى بزواج المساكنة. عطية قال إنه رافض فكرة الجواز قبل ما يعيش لفترة مع الست اللي المفروض هيتجوزها. التصريحات دي تسببت في هجوم كبير عليه، منهم الإعلامية دعاء فاروق اللي انتقدت الفكرة وقالت اعملوا مساكنة وعيشوا مع بعض من غير جواز وما تدخلوش القانون ولا المجتمع ولا الأهل ولا الدين، عيشوا حياتكم بس لما تحملي هيجري ويسيبك، ولو تعرفوا ربنا فربنا قال حرام. أما الداعية مظهر شاهين فانتقد الفكرة وقال إن الست مش بتقبل غير بالراجل اللي يحفظها ويحفظ لها كرامتها وحقوقها، وهو ده الهدف من الزواج. الاستعداد للموسم الجديد يجري على قدم وساق داخل القلعة الحمراء. إدارة الكرة بالنادي استقرت أخيرا على شكل الصفقات الجديدة واللي هيكون عددها 5 صفقات فقط لا غير. تقارير صحفية أكدت إن إدارة الكرة بالنادي برئاسة محمود الخطيب قررت تجميد بعض الصفقات والاكتفاء ب5 لاعبين جدد بس. الأهلي قرر تجميد صفقة انضمام حارس المرمى محمد صبحي ومحمد رضا بوبو لاعب فيوتشر، وضم 5 لاعبين تانيين أبرزهم مصطفى ميسي وشادي حسين لاعبي سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى لاعب أجنبي في مركز رأس الحربة ولاعب آخر في مركز الجناح الأيسر، بالإضافة لعودة بعض اللاعبين المعارين في الموسم الجديد. ودي كانت أخبارنا النهاردة، استنونا في تغطية جديدة من القاهرة الآن.